أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة أنت الحياة بمركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية. تستمر فعاليات المبادرة بالمحافظة على مدار 6 أيام لخدمة المواطنين بالمحافظة وتقديم الدعم لهم، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. دي بقى محطة جديدة من محطات مبادرة أنت الحياة، والأول مرة في محافظة الإسماعيلية بمركز قنطرة غرب. المبادرة اللي بتلف بيها مؤسسة حياة كريمة في كل مكان عشان تخدم أهالينا وتقدم لهم خدمات تنموية متعددة بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية. عندنا أكتر من فعالية وأكتر من خدمات بنقوم بيها وبنقدمها للسادة المواطنين. عندنا شراكة من أكتر من 11 جهة ووزارة ممثلة في قوافل طبية، ملتقيات توظيف، فك غارمين، ندوات توعوية عن الأسرة، ندوات توعوية عن مكافحة الإدمان. المبادرة بتبقى 6 أيام وبيتم فيها بشكل يومي فعاليات تنموية كتيرة جداً ما بين قوافل طبية متعددة التخصصات بتستهدف علاج أكتر من 2000 حالة يومياً، وندوات توعوية للسيدات عن برنامج الإرشاد الأسري اللي استوعبت في اليوم الواحد أكتر من 400 سيدة، والأطفال كان ليهم نصيب أكبر في أنهم يستفيدوا من مبادرة توعوية زي حملة أنت أقوى من المخدرات. بنتكلم عن كل ما يخص المرأة والطفل من بداية الحمل أو من بداية الزواج في الأول خالص لغاية لما المرأة بتضع طفلها وطريقة التربية الإيجابية. أنا بشكرهم طبعا على التوعية اللي هم بيعاهلنا، وأول حاجة استفدتها إن إزاي أقدر أختار الزوج المناسب لبنتي، لأن أنا عندي بنت في سن الزواج. عاملة كل حاجة زينة هنا، ده تكشف عن الناس، ناس محترمة وناس مؤدبة وناس بتشوف المصالح بتاعتنا. بشكر حياة كريمة عشان عملتنا القافلة الطبية. حياة كريمة استفدت منها حاجات كتير، وشكرا على كل حاجة. علمتنا حاجات كتير حلوة، وعلمتنا إن إحنا نرسم، وجابت لنا لعب وحاجات كتير حلوة. وأثناء الفعاليات بيبقى في مكان لاستخراج بطاقات قومية بالمجان بدون دفع أي رسوم مادية، واللي استفادوا منها بشكل يومي حوالي 180 مواطن. مبادرة جميلة، وجايبين علاج للناس وبعملوا البطايق، وأنا من ضمن واحدة هو بطاقتي منتهية وهعملها. بتطلع بطايق بالمجان، مفيش غرامات. بنشكر حياة كريمة وبنشكر مجهودات الرئيس على اللي هو بيعمله عشاننا. بين حياة كريمة ومصر الخير كان التعاون بناء في تقديم مبادرة خاصة للغارمين، سواء بتوعيتهم قانونيا أو حل مشاكلهم المادية وسد أي قروض أو مبالغ مالية. وبصورة يومية بتفتح المبادرة أبوابها لاستهداف أكتر من 200 حالة. بنبتدي طبعا نستقبل الحالات اللي عليها قضايا في لجنة معينة، بتراجع الأوراق وبيقدموا وبتسدد لهم كافة المبالغ المالية المستحقة عليهم. بتساعدوا الغلابة والمساكين، فأنتوا كويسين جدا جدا عشان الظروف اللي احنا فيها. حاجة كويس بتفك مشاكل الناس، واحدة زي حالتي كده مش عارفة تعمل ايه. انت الحياة اسم على مسمى، مبادرة قدمتها حياة كريمة عشان تستهدف كل الفئات الأولى بالرعاية بهدف تحسين معاشتهم وتغيير ملامح حياتهم للأفضل في كل مكان في مصر.